بتنفس عدكم معنا يا عين العم سددت عينك يا الاردن بالروح والدم بتنفس عدكم معنا يا عين العم سددت عينك يا الاردن بالروح والدم حنها للفزعه جوال الكرم نفد عيون الهاشم يا الصقر هاشم نحب وندفع افرد جناحك للمجد والشريعة يا الصقر هاشم نحب وندفع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جئناكم من حلاوة الأبية إلى عنجرة الصامدة، جئناكم من الأودية الساحقة إلى الجبال الشاهقة، جئناكم من أرض القيصوم والزعتر إلى أرض البلوط ومصنع الرجال. كل التحية إلى هذه الوجوه، جئنا لنقدم التحية بكل لغات العالم، باللغة الإنجليزية ويلكم، بالفرنسية بونجور، بالألمانية غودناخت، فأهلاً وسهلاً بكم بالعربية. حياكم الله، تشرفت بأن أكون أحد أفراد هذه الكوكبة، كوكبة الاتحاد. الاتحاد قوة، ترجمتها Union is strength. Union is strength between Anjara and Halawa. تضم هذه الكوكبة الأخ العقيد حبيب مقطش، والذي كما قال أخي الدكتور راهب أن لكل إنسان من اسمه نصيب، فما أنت حتى يقع في قلبك. والدكتور رائد صغول الذي ما عرفت عنه إلا أنه رائد في أخلاقه وصفاته. والأستاذ ريهام، هل تعرفون معنى الريهام؟ إنه المطر الخفيف، أي أن الخير قادم إن شاء الله. ولن نحدثكم عن صبر أيوب، فكل التحية لهذه الوجوه الطاهرة، وكل التقدير لكم. نريد أن لا تحملوا هذه الكتلة، أستحلفكم بالله، نريد أن تتكسر كل الكتل أمام هذه الكتلة.